سيد الرئيس احنا عندنا فينا فيك الثقة، حب القانون والسيارات يرجع كما كان. انا احنا في اهش في يعلم بنا كان ربي عايشين بالقدرة. هذا ندائي لرئيس الجمهورية قيس سعيد. شكرا. نداء سيد الرئيس، رانا تعبنا المعاقين، رانا فئة يلزمنا تعاونونا، يلزمكم تقفوا معنا، واحنا رانا في دولتنا رمزدونا اعاقة على اعاقتنا، رانا لا نخرجوا لا نمشيو، رانا تحبسنا، رانا راو تقهرنا اكثر من كلمة القهرة ما فماش. السيد رئيس الجمهورية، نحن فئة معاقين. سيد الرئيس واحنا نخبنك، انا واحد من الناس نخبك سيد الرئيس، ونطلب منك مش ترجيع جميل، اما تقف معنا مينيموم. احنا طالبين حاجه بسيطه، سيارات المعاقين باش تنقلوا بها، باش يلزموا بها سياراتهم، باش ياخذوا بها طبيب. مانيش طالبين حاجه كثير. وثاني حاجه، احنا لو ثم شكون يجيب لنا من برا، لان باش نخرجوا دوفيز من تونس، ولا باش يجيبوا لنا من غادي كراب حاضره معقد هيبه. وريني الاعاقه نتاعك خويا. معقد هيبه ما ثماش حاجه كبيره، معقد هيبه. احنا لا نجم نستعملوا كا، لا نجم نستعملوا مترو، ترونسبور نتاعنا تعب. ترونسبور تعب على الاخر، ما نجموش نستعملوه. ترونسبور ما تنجمش، كاب بالساعة بساعتين، مترو بساعتين بثلاثة، أو تحفار وتكسر، بيعملوا ميدات وعملوا صغيرات، ما نجمش نخرج، ما نجمش نخرج معاهم. إذا السيد رئيس الجمهورية حاجة صغيرة طالبينها، مش طالبين حاجة كبيرة. قانون أنه يسمح للزوم في كابي هب كهرباء، راهم ربطونا بقانون بعقد الأصول والفروع، الأصول والفروع اللي عنده في الأصول والفروع، راهو مشى جاب وجاء. أنا واحد من الناس لو كان جاي عندي أصول وفروع، راني خرجت مشيت عشت غادة، راني مشيت من السلام ومرحبا بكم. احنا جينا اليوم باش نعاودوا المطالبه انهم باش يرجعوا لنا يفعلوا لنا قانون الامتياز الجبائي لذوي الاحتياجات الخاصه والمعاقين نتاع 2017، على خاطر القانون الجديد هذا بصراحه قانون مشحف، قانون جائر، قانون فرغوه من كامل محتواه، والانسان المعاق ما عادش عنده حتى ابسط الاشياء انه باش يجيب كهرباء. نداء لسيد رئيس الجمهوريه، للناس المسؤوله، لاعلى سلطه في البلاد، انهم بصراحه يشوفونا حل ويحاولوا يرجعوا لنا قانون 2017. يعطيكم الف صحه.